إن الأطفال والمدرسين يعبرون عن مدى تقديرهم وسعادتهم بالمدرسة الجديدة التي بنتها لهم شركة يونا أويل، ويقارنوا بينها وبين مدرستهم السابقة. ومن الملاحظ أن هناك فروقات كثيرة مثل النظافة والكثير من التسهيلات، فمثلا هناك مكيفات هواء للجو في الصيف وتدفئة للاستخدام في برد الشتاء، السبورة الجديدة التي لا تتطلب الطباشير، توفير أجهزة الكمبيوتر. ويعبر السيد قاسم لطيف كريم، مدير الشؤون التعليمية بمنطقة الفاو وعضو في البلدية بمدينة البصرة، عن خالص امتنان الحكومة المحلية لشركة يونا أويل، حيث أنه لم يسبق لأي شركة نفط أخرى أن قدمت مثل هذا العمل الخيري الهام للمجتمع.